الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة لنا ثلاث وقفات. الوقفة الأولى قاعدتان نحويتان مسلمتان في اللغة العربية. القاعدة الأولى: كلمة ذو بمعنى صاحب، ذو العلم يعني صاحب العلم، ذو الهيبة يعني صاحب الهيبة. هذه الكلمة في حال الرفع تكون بالواو ذو، في حال النصب تكون بالألف ذا، في حال الجر تكون بالياء ذي. يعني أقول جاء ذو الهيبة في حال الرفع، رأيت ذا الهيبة في حال النصب، مررت بذي الهيبة في حال الجر. هذه قاعدة مسلمة في اللغة العربية، في النحو شيء مسلم. القاعدة الثانية: هناك في اللغة العربية بعض الكلمات في إعرابها تتبع بعض الكلمات الأخرى. هذه الكلمات تسمى بالتوابع في النحو. يعني ماذا؟ يعني نرى إعراب هذه الكلمة، ما هو إعراب هذه الكلمة التابعة التي تسمى بالتوابع؟ إعراب هذه الكلمة أيضا تكون مثل تلك الكلمة السابقة. الكلمة السابقة مرفوعة، هذه تكون مرفوعة، تلك تكون منصوبة، هذه تكون منصوبة، تلك مجرورة، هذه مجرورة، وهكذا. من جملة التوابع البدل وعطف البيان، هذه تتبع كلمة، نقول كلمة أخرى هذه الكلمة نفس تلك. الكلمة الثانية تسمى بدلا أو عطف بيان،
الكلمة الأولى تسمى مبدل منه أو معطوف عليه، البدل يتبع المبدل منه، المعطوف يبدأ يتبع المعطوف عليه. مثلا أقول جاء زيد، زيد حالته رفع فاعل، جاء زيد ذو الهيبة، ذو صارت تابعة لزيد، علامة رفع ذو قلنا الواو، جاء زيد ذو الهيبة، ذو الهيبة. رأيت زيدا في حالة النصب ذا الهيبة، مررت بزيد ذي الهيبة. هذه أيضا قاعدة مسلمة في اللغة العربية، لا شك ولا خلاف فيها، واضحة أصلا. نأتي إلى هذه الآية المباركة. الله عز وجل في هذه الآية المباركة يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دققوا في التشكيلة، ذو الجلال والإكرام، هذه بدل أو عطف بيان عن أي كلمة، بدل لأي كلمة؟ ذو الجلال والإكرام من هو؟ ربك. لا خطأ طبعا، الرب عز وجل ذو الجلال والإكرام هذا شيء مسلم، هذا عندنا كمسلمين بديهي أصلا، في آيات قرآنية أخرى ورد هذا المعنى، ولكن هذه الآية لا تقول ذلك. لماذا؟ لأن كلمة رب مجرورة، ويبقى وجه ربك، رب مجرورة مضاف إليه مجرور، ذو الجلال، ذو الجلال مرفوع، قلنا ذو علامة رفعه الواو في حال الجر تكون ذي، يعني إذا كلمة ذو الجلال والإكرام كانت بدلا أو عاطف بيان على رب كانت الكلمة تكون ويبقى وجه ربك ذي الجلال، مع أن الآية القرآنية ليست هكذا. الآية القرآنية ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال. فإذن ذو الجلال في هذه الآية المباركة ليس هو الرب. قلت هذه قاعدة، هاتان قاعدتان مسلمتان لا شك فيهما. إذن من هو ذو الجلال؟ الجواب واضح جدا، الوجه في هذه الآية المباركة وجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذن ذو الجلال والإكرام في هذه الآية المباركة من هو؟ هو وجه ربك. إلى هنا الأمر واضح جدا في النحو، في اللغة العربية هذا جدا واضح إلى هنا. الآن نأتي إلى كلمة وجه ربك. ما هو وجه ربك؟ الله عز وجل هل له، والعياذ بالله من هذا الكلام، هل له وجه كوجوهنا؟ كلا وألف كلا، حاشا وألف حاشا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن وجه ربك الذي هو هذا الوجه ذو الجلال والإكرام ما هو أو من هو؟ لك أن تجيب على هذا السؤال بجوابين. الجواب الأول تقول
وجه الله هو ما يتوجه به إلى الله أو ما يتوجه إليه الخلق. خذه بهذا الإجمال، هذا الجواب الأول عن وجه الله، ما هو وجه الله أو من هو وجه الله. الجواب الثاني، وهذا الجواب ورد في روايات وروايات، الروايات قطعا مستفيضة إن لم تكن متواترة، أن وجه الله عز وجل هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، لأن الذي يريد أن يتوجه إلى الله عز وجل يلزم أن يتوجه إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فهم وجه الله. هذا ورد في روايات وروايات وروايات. بناء على هذا الجواب الثاني يكون في هذه الآية، طبعا يكون ذو الجلال عطف بيان، أن تقول وصف، طبعا هذا في النحو لا يسمى وصفا، يسمى بدلا، هذا هو ذاك، هذا يسمى بدلا، أن تقول وصف مثلا ذو الجلال والإكرام، يكون هو وجه الرب عز وجل وهم محمد وآل محمد. الوقفة الثانية، الفاعل مرفوع، قاعدة نحوية معروفة، الفعل له فاعل والفاعل مرفوع، ويبقى فعل، ما هو فاعله؟ الرب؟ لا، الفاعل مرفوع، فاعل يبقى في هذه الآية المباركة، ويبقى وجه ربك، فاعل يبقى هو وجه ربك الذي له البقاء الذي لا يفنى، لأن الآية السابقة كل من عليها فان، ويبقى من يبقى؟ وجه ربك، الفاعل مرفوع، وجه فاعل، فاعل يبقى، يبقى فعل، فاعله وجه ربك. بناء على الجواب الثاني هنا أيضا المعنى يكون واضحا، وجه ربك لا يفنى، وجه ربك باق. ما هو وجه الله أو من هو وجه الله؟ قلت لكم الروايات الشريفة بناء على الجواب الثاني، الرواية الشريفة جدا واضحة، وجه الله محمد وآل محمد. يا أخي القضية غريبة، يعني أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تفنى، لماذا عجيبة؟ أنا الآن لا أريد أن أقول هذا هو الجواب الصحيح، ولكن لماذا تستغرب؟ لا يبعد، احتمال وارد، على الأقل اجعله محتملا، الله عز وجل إذا شاء أن يبقى مخلوق، هل يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى شيء أو أحد؟ حاشا لله، ما أراد الله كان، إذا أراد الله عز وجل أن يبقى شيء مخلوق يبقى ولا يفنى، يفنى لا يفنى. الاستغراب من أين؟ لماذا تستغرب شيء؟ على الأقل اجعله في خانة الاحتمال، الآية المباركة هكذا تقول، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، علميا القضية جدا واضحة، والروايات الشريفة فسرت وجه الله، قلت لكم ليست رواية واحدة حتى شخص يأتي ينكر،
لا، روايات واضحة جدا وعديدة. نفس هذا المعنى بصياغة أخرى موجود في آية قرآنية أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. تريد آية أوضح؟ آية قرآنية أخرى: ونفخ في الصور فصعق من، يعني كل من، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل التفت إلى الاستثناء؟ إلا، لماذا تستغرب يا أخي؟ الآية واضحة، يعني ماذا إلا من شاء الله؟ لا علينا بتفسير مفسري العامة، كلامهم ليس حجة علينا، ليس حجة حتى عليهم، كلام شخص مفسر. سؤال: أنتم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يموت؟ القرآن يصرح أن رسول الله يموت: إنك ميت وإنهم ميتون. يا أخي، فرق واضح بين الموت والفناء. النبي يموت قطعا بلا شك، النبي قد مات شهيدا، هذا الشيء لا ننكره ولا ينكره أحد. مات رسول الله صلى الله عليه وآله، مات شهيدا بلا شك، ولكن موته فناء؟ لا، الفناء شيء آخر. الآية المباركة تقول: إنك ميت. مات رسول الله، مات شهيدا بلا شك، مات شهيدا يعني أنه منقطع عن العالم هذا؟ لا، مات موتا ظاهريا، هذا شيء لا شك فيه، يوم استشهاده محدد، طريقة استشهاده محددة، استشهد مسموما صلى الله عليه وآله، شيء لا ينكر، ولكنه مشرف الآن، مشرف علينا، مشرف على العالم كله صلى الله عليه وآله. الشهيد حي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ موت بذاك المعنى غلط، حتى الشهيد ليس ميتا. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد، الشهيد العادي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله الشهيد؟ إجمالا القضية واضحة. الوقفة الثالثة، يعني ماذا ذو الجلال والإكرام؟ يقولون أن الجلال هو ما يجل عنه، جلال الله هو ما يجل الله سبحانه وتعالى عنه، الأشياء التي تعد نواقص، الأشياء التي تعد دونية، الأشياء التي تعد ضعفا. الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل ليس مخلوقا بالنسبة إلى الله، هذا ناقص. الله عز وجل ليس ظالما، الله عز وجل ليس جسما، الجسم يحتاج إلى حيز. أجلك، أجلك يعني ماذا؟ يعني أرفعك عن مستوى دون مستواك. أجلك عن الكذب مثلا، يعني أنت لا تكذب، أنا أراك صادقا،
لا أراك كاذبا، هذا معنى الجلال. الجلال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى واضح، بالنسبة إلى وجه الله، وجه ربك في الآية المباركة ذو الجلال، يعني أي نقص مخلوقيا، طبعا هو مخلوق مخلوق، هم مخلوقون مخلوقون صلوات الله عليهم، ولكن يوجد هناك أشياء في المخلوقية نقص، أي نقص هم مبرؤون عنه، أي نقص لا يوجد فيهم أي نقص مخلوقي. لا تقل لي عصمتهم، العصم شيء واضح، أي نقص، أي نقص مخلوقي لا يوجد فيهم. هذا الجلال. الإكرام يعني ماذا؟ الذي يكرم، يكرم بماذا؟ يكرم بصفات حسنة يمتلكها. بعبارة أخرى بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ذو الجلال، الجلال صفات، يعبرون هكذا، صفات الجلال الأشياء التي تنفى عنه. الإكرام الصفات، صفات الجمال يسمونها. علم الله، الله سبحانه وتعالى عالم، الله سبحانه وتعالى قادر، الله سبحانه وتعالى حي، إلى آخره. الصفات السلبية كما يعبرون هي صفات الجلال، والصفات الثبوتية التي يعبرون عنها بصفات الجمال. يعني ذو الجلال والإكرام في هذه الآية بدل عن وجه ربك، أو وجه ربك في الكلمة هكذا، ويبقى وجه ربك، فمعنى ذلك أن وجه ربك ليس فيه أي نقص وفيه كل الكمالات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه وقفات سريعة، طبعا هناك تفاصيل، هناك آيات قرآنية، شواهد عديدة في القرآن الكريم، نرجعها. أختم كلامي ببعض الأحاديث الشريفة التي بيّنت هذا المعنى بوضوح. هذه الأحاديث الشريفة موجودة في كتاب الكافي المجلد الأول، الآن لا أتذكر الصفحة، ما كاتب الصفحة. إجمالا إلا الرواية الشريفة الأخيرة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. الرواية الشريفة الأولى، هذه الرواية الشريفة وردت في الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه، ووردت في كتاب قبل الكافي وهو كتاب بصائر الدرجات لأستاذ الكليني محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، شخصية مرموقة جدا، ثقة عظيم المنزلة، جليل القادر، من خيرة أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا أستاذ الكليني، أحد أهم أساتذة الكليني محمد بن الحسن الصفار، صاحب كتاب بصائر الدرجات. هذه الرواية أيضا موجودة في بصائر الدرجات، عن الحارث بن المغيرة. الحارث بن المغيرة شخصية ثقة ثقة، جليل القادر أيضا. قال: سئل الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام في مقطع من كلامه: إنما تحديد هذا ولا غير، إنما عنا بذلك وجه الله الذي يؤتى منه ونحن وجهه الذي يؤتى منه. فيه غموض الحديث. حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أيضا قال:
إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه. عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: نحن، عبارة جدا جدا واضح، نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم. اللهم صل على محمد وعلى آله. في نسخة أخرى: نحن وجه الله في الأرض نتقلب بين أظهركم. كلمة في الأرض مقدمة أو مؤخرة نفس المعنى. ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا. الحمد لله على المعرفة. الرواية الشريفة الأخرى عن أسود بن سعيد قال: كنت عند الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله، هو الإمام بدأ، ماذا قال؟ قال: نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله. في إحدى زيارات المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه نقرأ هذه العبارات: وأشهد أنك يا أمير المؤمنين، وأشهد أنك حبيب الله، وأنك باب الله، وأنك وجه الله الذي منه يؤتى. وأنك سبيل الله، وأنك عبد الله، وأنك أخو رسوله، إلى آخر الزيارة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على أبواب ذكرى ميلاد الإمام الثامن من الذين هم وجه الله الذي منه يؤتى، الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا، أبارك لكم هذه الذكرى السعيدة المباركة العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا قريبا عاجلا، وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.